بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان وأينما كنتم، نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضرتكم. أهلا وسهلا، وكل عام وانتم بخير. تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. بارك الله فيكم فضيله الشيخ. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، بعد ان توقفنا في اللقاء السابق على الصراط عند اخر قنطره وهي قنطره المظالم، ندلف في مرحله جديده، مرحله جميله ان شاء الله بامر الله تبارك وتعالى. الحوض. الحوض، نعم. ثم نتحدث ان تسع وقتنا ان شاء الله عن الشفاعه. الحوض والشفاعه ان شاء الله بامر الله تبارك وتعالى. هذا حديث يعني يشرح الصدور ويرقق القلوب ويؤمن الخائف ويبشر المؤمن ويستحث كل واحد فينا على العمل، أن يكون من الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذين يشربون من حوض الكوثر. يا رب إن شاء الله أن نكون من إن شاء الله العالمين بأمر الله تبارك. آمين يا رب. إذن مع الحوض والشفاعة نبدأ في حلقة اليوم. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مع الحوض والشفاعة مع حضرتكم مطروح على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج الوعد الحق. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتكم مرة أخرى. في الحلقة السابقة تقريبا استوفينا كل النقاط، أم هنالك نقاط تود فضلتكم التركيز عليها بخصوص القناطر الموجودة على الصراط؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هناك يعني روايتان في مسألة القناطر أو الجسور الموجودة فوق الجسر، وهي أن البعض يقول أن ليست هناك جسور أو قناطر فوق الجسر، وإنما هناك القنطرة الأساسية موجودة ما بين الجسر والحوض، ما بين الصراط والحوض، وهي قنطرة المظالم أيضا. يعني هذه أهم القناطر. كل ما بينك وبين الله عز وجل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نعتمد فيه على عفو الله ونعم بالله. قال أحد الصالحين: يكاد رجائي فيك في الله، يعني واحد يكاد رجائي فيك مع الذنوب يغلب رجائي فيك مع الأعمال. بمعنى يعني هو عنده أمل في الله مع ذنوبه، نعم، أكثر من رجائه وأمله في الله مع صلاته وصيامه. لأنه يعلل هذا الصالح يقول: يكاد رجائي فيك مع الذنوب، نعم، يغلب رجائي فيك مع الأعمال، لأن رجائي فيك مع الذنوب، في الذنوب أعتمد على غفرانك وأنت بالعفو معروف، أما في الأعمال فأنا أعتمد على نفسي وأنا بالآفة موصوف. جميل. يعني العمل في دخل فإلا تبعات. يعني نحن دائما ندعو: اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني. تحمل التبعات هذا أمر خطير، فبالتالي أنت قبل أن يتحمل يعني أحد عنك التبعات لابد أن تتحمل أنت أعباء نفسك قبل أن ترحل من الدنيا، تكون قد وفيت الحقوق. إلا قنطرة المظالم، حقوق الآخرين: يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتغافروا أو فتصالحوا. العباد مع أنفسهم، بالله عليك، المعاملة بالحسنات والسيئات. كان الأمر صعب، هنا التعلق بالرقاب، بالرقاب بلا شك. فقنطرة المظالم هذه أصعبها. إذا مر العبد من قنطرة المظالم وجدت هناك يعني مرحلة عظيمة وجليلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لكل نبي حوض. لكل نبي؟ نعم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هذا. نعم. لكل نبي. السلام. ولكن حوضي أكثرهم.
فاتقوا الله فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. مكاثر يعني أكثر، الأكثر في الورود على الحوض، مش الأكثر عددا، الأمم قد تكون أكثر منا عددا، لكن مكاثر بمن يشرب، بمن يأتي، لأن ليس كل الذاهبين إلى الحوض سوف يشربون منه. يعني أولم ينتهوا من العبور على جهنم والعياذ بالله؟ لكن بقيت مرحلة خطيرة، وهي أن بعض الناس ترد تدفعهم الملائكة كما تدفع النبي صلى الله عليه وسلم، وتحجز النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أمته تتقحم. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب تتنازى من حولها وأنا آخذ بحجزكم ولكنكم تتفلتون مني فتقعوا فيها. هذا في الدنيا، يعني يحاول أن يبعدنا عن النار في الدنيا. نعم. بالأوامر والنواهي وتوضيح كتاب الله وهو قدوة وسلوك سلوكيات وأخلاقيات المسلم، لكننا نتقحم ونتأبى ونقع. في الآخرة يحدث موقفين عجيبين، وهو على يمين جنبة الصراط، جنب الصراط. نعم. أرى ناسا يتقحمون في النار من فوق الجسر، فأقول يا رب أمتي، يا رب يقف، يريد أن يلحق به، وجبريل آخذ بحجزته يمنعه لأن في شفاعة لها حد. سوف نأتي بموضوع الشفاعة. نعم. يعني لها إطار، لها محددات. نعم. وناس أيضا من الذاهبين إلى الحوض قبل أن نصفه تذبهم، تردهم الملائكة، تدفعهم، لا يشربون، ممنوع. لما؟ فأنهض لأشفع لهم عند ربي، يقول ربي يا محمد لا تفعل، إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك، إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. اللي بدل في دين الله، اللي غير في شرع الله، اللي أضاف في دين الله، اللي يعبد الله داخل بلد وخارج بلد، اللي يعبد الله تحجب في بلدها لما تخرج تروح تذهب إلى الغرب أوروبا تخلع عباءتها وتلبس ما يحل لها وتقول لا هذه عادات، لا هذه قواعد. فيصلي في بلدي وفي السفر لا يصلي، وهكذا. فكل من أحدث في دين الله شيئا فلا يشرب من الحوض. الحوض النبي صلى الله عليه وسلم، طب معذرة، قبل الحوض، قبل الحوض. الفئات التي ترد عن الحوض هذه التي تبدل في دين الله سبحانه وتعالى. أي إنسان يبدل في دين الله ولا يقيم شرع الله سبحانه وتعالى يقول لا والله، يعني كما قال الكفار من قبل، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني يقول والله لا، القانون الوضعي ده جميل لأن الناس عارفة تعرف مشاكلها، أو قطع يد السارق، أو لا ده شيء وحشي، شيء وحشي، يعني زي ترجم الراجل، يعني شارب أو تجلد الشارب الخمر، يعني هذا راجل مبسوط شوية، يعني اتركوه يعني مسرورة. وذلك الحسن البصري لما في اليوم العيد ومناسبة دخول العيد وجدوا شباب في نهر الفرات يرقصوا ويرمرح ويطبل في قارب في النهر، قال ادعوا عليهم يا إمام، رفع إليه السماء، قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. يا سلام، هذه رحمة وشفقة سبحان الله. ولكن يقال في رواية أخرى إن الحجاج أوشك على الغرق، الحقوني أنقذوني، فالمريدين مريد الحسن البصري الحمد لله أنه يغرق منفردا، فقفز الإمام وأنقذ الحجاج. قال يا إمام يعني كنا نستريح من، قال غرت أن يموت شهيدا. سبحان الله، غار على الله جزاء جدا يعني. وهؤلاء المسلمون فقط أم معهم أمم أخرى؟ لا لا لا، الأمم الأخرى تذهب إلى 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 حياض أخرى من المؤمنين. يعني هذا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلى. أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاة والسلام. الحوض يعني، طب معذرة، نقطة أخرى، نقطة أخرى، حينما تزجهم الملائكة لخلف الحوض، نعم، تذهب بهم لجهنم أم جهنم؟ لجهنم أم تبعدهم فقط؟ لا 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 لا، جهنم.